علي معلول الأكيد يعني نقطة إيجابية رجعتوا بها من المونستير. شوف لي سيكونسونس تاع الماتش يبان لي نقطة إيجابية سيرتو ما دخلناش بها في المقابلة قبلنا بونتو دقيقتين لعب شفنا من بعد كيف تاع المسير معناتها حافظة حاولت أنها تحافظ على البونتو اللي ماركاتو لكن وفقنا ربي سجلنا بونتو في آخر الوقت إن شاء الله توا نطوي صفحة الشامبيونان قدامنا مسابقة جديدة تشامبيونز ليغ إن شاء الله نبداو كوم إلفو إن شاء الله. فيكتيف كبير في النادي الصفاقسي لكن اليوم شفنا يعني عامل نقص هو اللي لعب دور كبير معناه وراء عدم ظهور النادي الصفاقسي بالطريقه المعهوده. بيصير عندنا لاعبين باهيين لكن تشوف البليسير وتشوف الانذارات دونك ناقصين شويه ان شاء الله الماتش تاع الشامبيونز ليغ ريكيبيريو اللاعبين الكل ان شاء الله. يعطيك الصحه. ماهر حنيشي في وقت ليمينغ صحيح يعني توصلت لهدف التعديل. الحمد لله يا ربي واحد قاعد يخدم على روحه الحمد لله جاء كنا خاسرين معناها كنا باش نخسروا 3 بوان جات نقطة الحمد لله نقطة خير من بلاش معناها نقول. النادي الصفاقسي رغم الفكتيف دور كبير لكن اليوم عامل نقص ربما لعب يعني دور كبير في وجود النادي الصفاقسي بالطريقة المعهودة. صحيح كل ماتش واحد يلقى ديفيكولتي معناها عندنا برشا نقائص الحقيقه نتاع ربي توا كيف محمد علي منصر معناها خلى بلاصته في الوسط كيف كيف ناقصنا تاكومبي قدام كيف شو اسمه الخنيسي معناها مضروب ان شاء الله الماتشات الجايه يرجعوا لنا الاولاد ونلعبوا بالليكيب المثاليه ان شاء الله ونتحسنوا مع قدوم الانترنير الجديد ان شاء الله نزيدوا نتحسنوا اكثر ان شاء الله. ماتش الشامبيونز ليغ الجمعه الجايه ان شاء الله بقدره ربي نحن مستانسين بالجويه نتاع ماتش الشامبيونز ليغ مستانسين بهم الماتشات هذوما ان شاء الله بقدره ربي كالعاده نفرحوا جمهورنا ان شاء الله.